Alors, salam alaikum, khotna, Asif Laoun, à tout le monde, merci. Écoute, je voulais parler le mushkila li rahma yidrou hna fiha. هذا عمارة وهو الإبراهيمي هما الخيانة الكبرى، الخيانة الكبرى، وغادي يشركوا بلدان إتخونجيغ كيما ليزيتازوني ولوراساس ولوروب وخاصة فرنسا. كومون إيل فون انترفوني هادو انترفينو لصالحهم، لصالح الحكم الغاصب هذا، العصابة هذا. هو ماشي حوس المصلحة تاع الجزيرة يروح، باش لو كان تصرا شي حاجة ان كوا كو سوا، إلا غيف كيلك شوز اون الجيري، العياذ بالله، باش هاد الحكومات يوقفو معاهم، لأنو عندهم مصالح وكلشي، بصح هما مصالحهم يفو مع الحكومات، مع الشعوب حقيقة، لكن مع الحكومات اللي تحكمهم. سافدير لو كان غدوة يضطر العسكر يحكم، ما تنوضوش يا الجنوس انتوما، ما تنوضوش يا ليستاتوني، ما تنوضوش يا الاوروب، ما تنوضيش يا فرنسا، هذيك دائما ما تنوضش، باسكو ماذا بها يقعدوا يحكموا، باسكو هي اللي تستغل في لا سيتوياسيون تدي في خيرة تاع البلاد. ويا روسيا ديك ما تجوش ضد الحكم العسكري لو يكون، او نحكموا عن طريق الحكم العسكري، مادام نضمنو لكم تدو باطل، كمان كما يقول لك المصريين تدو مام باطل. هذا هو الخرجة تاع عمامرة وتاع الإبراهيمي. سا فدير إل فير فوندغ لالجيري افون كو ساغيف، مام قبل لا تصرى الحوادث العياذ بالله، هما يوجدوا لها. سا فدير كاينة حاجة راهي تطبخ، ils sont en train de cooking something under the table، راهم يطيبوا لنا في حاجة تحت الطابلة. باسكو كاين واحد اللي هو خاين الشعب، هو هذا الإبراهيمي وهذا عمامرة، راهم يدخلوا في الأيادي الخارجية، يدخلوها دين فاسون، ماشي تدخلوا مي تسكتوا ما تهدروش. غدوة ولو كان شي يحكم حكم عسكر ولا الشعب يبغي يدي حقه بالفرصة، ما والنوضو حنايا يكونوا ضياعة، تكون الضياعة، لو كانت تكون الضياعة ولا حاجة كمسا، ما تهدروش على الديمقراطية، لازم يكون في الديمقراطية في البلاد. وهذه ستين يغجونج، هذه لازم نعرفوها الشعب، وحنايا لازم تبقى سلمية، والجمعة لازم تكون سلمية أكبر من الجمعة اللي فاتت. إذا كان الجمعة هذه خرجت، هما بغاو يصغروها، قال لك لا خرجوا، بصح قول شحال خرجوا، قول خرجوا 20 مليون، الخطرة الجاية نخرجوا قاع 23 24 25 مليون، قاع نخرجوا، بس هذيك هي الجزائر، هذيك هي الجزائر. إلا غالب إلا كان فيه شي ناس مرضى في السبيطارات ولا هذو اللي ما نجموش يخرجوا، ولا غراوين صغار هذو، لا بس قاع الشعب خرج. وهذا اللعب القذرة اللي يدير فيها هذا الإبراهيم عمامرة، ويهضر باسم الحكومة كأنه يفون نيغوسيا افيك لو غوفرنمون او بوفوار، il n'y a pas de pouvoir، صافي 10 عام الحكم راه مسروق، انتوما حفزتوا على الدستور، الريفوروندوم اللي درتوه بزتو البوتفليقه الشعب ما قراش، ما بوطاش عليه، فوتوتو عليه انتوما وحدكم، درتو الصناديق ودرتو كلشي وحكمتوه، رديتوه يحكم ثاني 10 سنين واحد اخرى، وجاتو طال 20 عام تاع حكم. انتوما راكم غير دستوريين، النيغوسياسيون ما تكونش مع انسان معلوش الحق في الحكم، دستوريين هو نيكزيس بلو، قوانين حفزتو فيها، ما نجموش نيغوسي الشعب معاكم، يلفو كو سوسوا دي جوريست و دي زونيفرسيتير، لي بروفيسور تاع القانون هادو هما اللي يديرو نيغوسو في بعضهم بعض مع الشعب، هما اللي يديرو قانون جديد ويديرو دستور جديد، ما نيغوسوش افيك اون بون دو فوايو. الشعب ما ينيغوسيش افيك ان بون دو فوايو، نقولوها ونعاودوها. ولازم كمان المطارات هذو لي زايروبور سورتو لي فول انترناسيونال، وهذو لي باطو اللي هم يخرجوا في الدراهم تاع الجزائر، لازم يوقفوا يحبسوا، باسكو هكا باش يعرفوا بلي راهم في ورطه. والارمي لازم يتخذ موقف الان، ماشي يقعد يديهم في الوقت، اي طون تران دو لور دوني دو طون، يا يهربوا يا ينيغوسيو يا انفلترو
لا ريزيستونس اللي هي لينيون تاع الشعب، يا اما يجدوا يربحوا الوقت مع الخارج مع لي بي اوكسيدونتو كيما لي زيتازوني، وهذيك يزيد يربحوا الوقت باش يفهموا العالم لو كانت صرا شي حاجه يوقفوا معاهم. يسون تطخان، هذه هي العفسه اللي هم يديروا. هذو هما الخونه تاع بصح اللي خانوا الجزائر، خانوها بالامس وخونوا فيها في التسعينات وخذوها في خانوها في الثمانينات وخانوها ياخذوا فيها الان يهردوا فيها. هذو هما الخونه تاع الصح، وهما في الاخير هذا عمامرة وهذا ابراهيمي ما يهمش، غدوه يحكموا العسكر يعطوه زوج فاليزات تاع دراهم بالدولار ويرفد كابته ويروح ورا في الامارات ولا اخرى في الالمان، عمامرة في الالمان الحدود تاع الالمان مع فرنسا، يسون فود دو لالجيري. خلوكم سلميه سلميه، لكن وقفتنا هذه المره سي دي زيكزيجونس ماشي تاع مطالب. مطالب هذيك تطلب حقك من حاكمك اللي هو يكون هو قانوني محطوط قانوني. نو هذو عصابة، أنا نطلبو منهم يطيروا يطيروا، ما همش قانونيين. سي دي زيكزيجونس سي دي كونديسيون، وهما ما عندهم ما يرفيزو انو غيانا، اعتبروهم سوختون سوختون. اي السلام عليكم، الله يجعل لنا النصر ان شاء الله. هذا غير بما يخص المؤامرة سيتين اورجونس اللي شرام يدورو يطنطن خاين دو نو بيجي، وبغى يدور لنا ايطا دو سياج ويقعدوا هما يحكموا. لكن لازم لي ميليتاري تو يبخان دي ديسيزيون دي تري فيت. هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.